تنفيذا لتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019 لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بإنشاء صندوق للسيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني بهدف دعم شركات القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي تواجهها، تم اليوم رسميا إطلاق صندوق السيولة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل تمكين وبنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت وبنك البحرين الإسلامي وبنك البحرين للتنمية. وأكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة عن صندوق للسيولة، وهذا صندوق مهم بقيمة 100 مليون دينار لدعم إعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركات، وهذه بنسوي بالتنسيق مع المصارف الوطنية وغرفة التجارة. وهذا الرقم مو برقم صغير، لكنه بيساعد الشركات الكبيرة والصغيرة أن هي تتفاعل وتتعامل مع التحديات اللي موجودة اليوم في المنطقة وفي الوضع المالي العام الاقتصادي العام العالمي. فإن شاء الله الأخ سلمان وينك، الله يوفقك. وأكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن إطلاق صندوق السيولة رسميا يسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مملكة البحرين ويحفز القطاعات الحيوية المختلفة الداعمة للاقتصاد الوطني بما يعزز النمو الاقتصادي وينعكس إيجابا على تحقيق الأهداف المنشودة للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. أشار معاليه إلى أن الانتهاء من كافة إجراءات وآليات العمل ومعايير الاستحقاق والإطار التنظيمي المتعلق بإنشاء صندوق للسيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني في غضون شهرين فقط من صدور تكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوزارة المالية والاقتصاد الوطني في الملتقى الحكومي 2019 له دليل على الحرص الذي يتسم به فريق البحرين في القطاعين العام والخاص بتحقيق هذا الإنجاز في هذه المدة الزمنية، والذي سيتم من خلاله تحويل التحديات إلى فرص مستقبلية وإعادة تحقق النماء والازدهار للوطن والمواطن، معربا عن شكره لكافة الأطراف المشاركة على تعاونها المستمر وذلك لتحقيق المطلوب بأعلى جودة وأسرع وقت ممكن. جاء ذلك لدى توقيع معاليه اليوم بحضور سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وسعادة السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين 4 اتفاقيات لإطلاق صندوق السيولة مع كل من السيد فاروق المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني والسيد مراد علي مراد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت والدكتور عصام عبد الله فخر رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي والسيد خالد عمرو الرميحي رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية. من جهته أعرب السيد فاروق المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني عن اعتزاز البنك بشراكته الاستراتيجية مع حكومة مملكة البحرين في هذه المبادرة الطموحة الساعية إلى تحفيز قطاعي الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي للمملكة. وصرح الدكتور عصام عبد الله فخر رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي بأن هذه المبادرة الوطنية تهدف إلى النهوض بالاقتصاد البحريني بشكل عام وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين على وجه الخصوص بما يسهم في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030. من خلال تقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة المطلوبة بما يضمن التعاشى هذا القطاع في السوق وتحقيقه أفضل النتائج الممكنة للمساهمة في دوران عجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين. كما أشاد السيد خالد عمرو الرميحي رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية بمبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد الخاصة بإنشاء صندوق للسيولة والتي تمثل ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني، حيث أن صندوق السيولة يقوم على مفهوم فريد من نوعه ضمن جهود المملكة لدعم الشركات لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها، إضافة إلى مساهمة الصندوق في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل مركز وذلك ما تحتاجه هذه المؤسسات في الوقت الراهن، كما سيشكل هذا الصندوق نموذجا يحتذى به في دول أخرى أيضا. منذ أن طرح سمو هذه المبادرة تقريبا من شهرين تم تشكيل فريق عمل لتقديم المقترح واعتماد المقترح،
والحمد لله بدأت المبادرة ب 100 مليون وانتهينا لمبلغ 130 مليون، ونشكر كل من ساهم في إعداد هذه الخطة والمشاركة فيها. أعتقد هذه خطوة ممتازة وخطوة أولية وسباقة أن يكون في تعاون وثيق بين الجهات الحكومية والجهات الأهلية والمؤسسات المصرفية في مملكة البحرين لدعم الاقتصاد الوطني بصورة كاملة، وإن شاء الله راح تكون لها انعكاسات واضحة وسريعة على الشارع التجاري في أقرب وقت ممكن. أشكر سمو ولي العهد على هذه المبادرة لإطلاق صندوق سيولة 100 مليون دينار، وهذا طبعا راح يعطي إضافة قوية إن شاء الله لتفعيل سوق ومساعدة أصحاب الأعمال في تغطية مشاكل السيولة في السوق حاليا، وهذا راح تكون دافعة قوية إن شاء الله لتقوية الاقتصاد وتعدي المرحلة الصعبة الحين حاليا اللي مر فيها إن شاء الله في هذه السنة. أنا أعتقد أن هذه خطوة رائدة بإنشاء هذا الصندوق للسيولة حسب توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد، وأكيد بيساعد السوق المحلي والشركات الكبيرة والصغيرة العاملة في البحرين، خصوصا في الأوضاع الحالية. فهذه أعتقد يعني دعم للسوق، دعم عن طريق البنوك ودعم من الحكومة. يعني عقب الظروف الاقتصادية الصعبة اللي يواجهها الاقتصاديات المنطقة بصورة عامة، كان هناك في توجه أن القطاع التجاري يحتاج إلى بعض الدعم على أساس أن لدعم السيولة، على أساس أن الحركة الاقتصادية تتحرك بصورة إيجابية. وبالفعل الحكومة كالعادة كانت سباقة في أن تتحسس المشاكل القطاع الاقتصادي، وكان خبر أثلج صدور كل ملاك الشركات في البحرين بأن عندما سمو الأمير ولي العهد أعلن عن قيام هذا الصندوق، وبالفعل القطاع التجاري كان في أمس الحاجة حق مثل هذا الدعم في هذه الأوقات العصيبة. برأيي هذه تمثل التزام حكومة البحرين الرشيدة في دعم قطاع مهم جدا للبحرين اللي هو القطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل أغلبية التوظيف في البحرين. المنطقة تواجه بعض الصعوبات التحديات الاقتصادية، البحرين بدون استثناء، ولكن من 2011 البحرين باعتقادي تأقلمت مع هذه التحديات، واليوم طرح صندوق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو عبارة عن يعني مثل آخر بتأقلم البحرين والتزام حكومة البحرين بمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة.